بدل ما نخبز الكب كيك بالطريقة التقليدية في صواني الكب كيك، هعلمكم طريقة تخبزوها في كاسات القزاز اللي تجيكم مع المربى أو مع أي منتجات أخرى. عندنا خليط كيك جاهز، هنعبيه في الأكواب المدهونة وحنخبزها. هنسكب خليط الكيك في الكاسات عشان نعبي الثلاث أرباع، وحنخبزها في الفرن زي ما هو مكتوب في طريقة تحضير الكيكة. دحين حنرشها بسكر البودرة، وكده سوينا طريقة جديدة لتقديم الكب كيك في كاسات القزاز. Mmm.